يستمر الانتهاك الصارخ في استمرار حبس الناشط القبطي رامي كامل بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي. كلنا عارفين أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هو 2 سنين، ورامي في نوفمبر الماضي كمل 2 سنين في الحبس الاحتياطي. رامي كامل الناشط القبطي اللي تم القبض عليه في 23 نوفمبر عام 2019، وجهت له اتهامات مطاطية معتادة جاهزة التركيب دون وجود أي سند قانوني، وبالرغم من مرور أكثر من 2 سنين على حبسه الاحتياطي إلا أنه لم يتم الإفراج عنه حتى الآن. معنا على التليفون شقيقة رامي كامل. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا أهلا بحضرتك. تطمنينا في البداية على صحة والدة رامي؟ ربنا على كل حاجة عشان تأهل. اللهم صحتها مش كويس. يا ريت حضرتك بس تقفي في مكان فيه استقبال جيد للتليفون. حضرتك ألو سامعني كده يا فندم؟ أيوة كده أفضل، اتفضلي. سامعني كده حضرتك؟ أيوة اتفضلي. بقول لحضرتك هي لا نشكر ربنا على كل حال، هي صحتها طبعا مش في تحسن، هي صحتها بتبقى في تعب أكتر وفي تدهور، لأن هي من القلق والخوف على رامي أخويا. ولما بتسمع أخبار عن البعض اللي خد اللي اتحبس واللي كده، بص يعني الحالة مش كويسة، الحالة مش كويسة صدقني. نشكر الله على كل حال، هي حالتها مش هتتحسن إلا لما رامي يطلع بالسلامة. أيوه بالنسبة إلى رامي في حبسه، هل هناك أي أنباء بعد انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي؟ ما فيش أي أخبار يا أستاذ هاني عن أي حاجة. إحنا ما زلنا لحد وقتنا هذا بنصرخ وعايزين نعرف لإمتى رامي هيفضل محبوس، والوقت ده هيستمر لإمتى. أنا عايزة أعرف دلوقتي لما إنسان قضى 2 سنين اللي هم المفروض القانوني اللي هم حاطينهم، يعني أنتوا بتقولوا التحقيق بياخد 2 سنين، هو خد أقصى مدة للتحقيق اللي هي مدة 2 سنين، طب خلصوا 2 سنين نشكر ربنا ما عليهوش حاجة، ليه محبوس لحد دلوقتي؟ ليه ما تمش الإفراج عنه؟ المفروض والقانوني على حسب القانون اللي موضوع إن طالما قضى 2 سنين التحقيق وما عليهوش حاجة يتم الإفراج عنه، فلما ينزل في الجلسة بتاعت معاد الإفراج عنه بدل ما يتم الإفراج عنه أو ياخد إخلاء السبيل، لا يتجدد له. طب على أي أساس؟ على اي اساس بيتجدد له؟ انا لحد دلوقتي احنا لحد دلوقتي مش عارفين يعني، وفي نفس الوقت احنا مش عارفين نرجع لمين، يعني كل ما بنتكلم مع حد ما فيش حد سامع الصوت. طب مين المفروض نخبط على بابه؟ احنا المحامي قدم بلاغات كتير للنائب العام وللمحامي العام وما فيش اي ردود عليها. طيب يعني المفروض يعني نخبط على اي باب؟ احنا انا عن نفسي ومن منبر حضرتك بطلب من سياده النائب العام ومن سياده المحامي العام النظر في الامر. احنا دلوقتي دول يعني بصفتهم المحاميين عن الشعب، دلوقتي رامي قضى 2 سنين الاحتياطي ونشكر ربنا ما عليهوش اي حاجه، ما ثبتش عليه اي شيء. التحقيق اتحقق مع رامي بعد القبض عليه مرتين، كان في نهايه 2019. طيب لما هم وقيلك المسافه دي كلها ما فيش اي تحقيقات تمت مع رامي وما عليهوش اي حاجه، طيب قابضين عليه لحد دلوقتي ليه؟ ليه محبوس رامي لحد دلوقتي؟ ليه حرمنا من اخويا لحد النهارده؟ المفروض ان هو بيتم الافراج عنه على حسب القانون اللي انتوا واضعينه يا جماعه، مش على حسب كلامنا احنا ده القانون. ولا دلوقتي احنا عايزين نعرف يعني احدى المسؤولين لما قال له مش هتشوف الاسفلت طول ما انا في منصبي او في سلطتي، يعني مين المفروض كلامه هيمشي او مين المفروض هيمشي؟ القانون ولا التهديد؟ احنا عايزين نعرف. ايوه هو من الواضح كده يا استاذ هاني، هو من الواضح انه من الواضح انه يعني لا يوجد اي نيه للاحتكام للقانون، والموضوع بقى موضوع
شخصي من هذه الرتبة في الأمن الوطني؟ طيب حتى لو الموضوع شخصي، لو الموضوع شخصي، طب ما في سيادة المحامي العام وسيادة النائب العام، أيوة. المحامين الشعب والمسؤولين المفروض بيحققوا في الأمور اللي زي كده. دلوقتي ده إنسان مظلوم، ما عليهوش أي حاجة، ما ثبتش عليه حاجة، طيب مين المفروض هيدافع؟ مين المفروض هيتكلم؟ مش بس المفروض بصفتهم المسؤولين ومحامين الشعب هم اللي بيتكلموا ويدافعوا عن الشعب؟ احنا بنناشد سيادة المحامي العام، بنناشد سيادة النائب العام بالنظر في الامر والتدخل في الامر. رامي كده ليه سنتين؟ يعني اني مبرر يقول ان انسان يعني ما عليهوش اي شيء، ما اجرمش في حاجه، ما ثبتش عليه اي شيء، يفضل محبوس ليه؟ مين يقبل؟ مين يقبل هذا الوضع؟ هل حد من المسؤولين دولت يقبل هذا الوضع على حد من اولاده؟ لو حد من اولاد المسؤولين اتحط في وضع زي كده، هل يتم القبول عليه ولا السكوت عليه؟ احنا عايزين نعرف. ايوه رامي، وضع والناس الثانيه ليها وضع. ايوه رامي، طول هذه الفتره على مدى سنتين كان محبوس حبس احتياطي، اسف، حبس انفرادي. ايوه وما زال أيوة. حبس انفرادي. ايوه وما زال. يا استاذ هاني مين يقدر يحتمل ده؟ بضيف الى ذلك ان هو شخص، يعني هو مريض كمان، يعني هو مريض حساسيه وحالته الصحيه يعني مش مستقره ومش كويسه، فيعني ماشي. ومع ذلك هو قضى مده الاحتياطي اللي فرضت عليه، لكن نشكر ربنا ما عليهوش حاجه. طب ليه ما يتمش الافراج عنه؟ ليه ما يتمش الافراج عنه؟ المحامي بتاعه الاستاذ سعيد فايز قدم طلبات للنائب العام، قدم شكاوي للمحامي العام، بيحاول بكل الطرق انه يوصل ويوصل الصوت. طب يعني المفروض يعني مين يسمعنا؟ مين يسمعنا؟ بنصرخ لسياده الرئيس انه ينظر في الامر، محدش سامعنا. طب ليه؟ ليه؟ انسان بريء ما عملش حاجه، ليه يفضل محبوس؟ ليه نفضل محرومين منه المسافه دي كلها؟ خان سعيد يمر وهو مش معانا، طب ليه؟ لو هو اجرم في حاجه او اذنب في حاجه نقول بيتحمل مسؤوليه عمله، انما نشكر ربنا شاب محترم وطني على درجه عاليه من الثقافه والعلم، يعني بنتشرف بيه ويشرف اي حد. فليه كده؟ ليه؟ ولامتى؟ لامتى يا استاذ هاني؟ ومين يسمع الصوت؟ مين يسمع الصراخ؟ انا من منبر حضرتك بطالب سياده النائب العام انه ينظر في الامر، برجوه بقول يا سياده النائب العام بما انك محامي الشعب انظر في الامر، بطالب سياده المحامي العام ينظر في الامر. حتى لو في يعني لو في ضغط او اضطهاد بالنسبه لي انه يفضل موجود، لا طب ما هو في على جنب الثاني في ناس يعني المفروض ان هي بتطبق القانون. اعتقد ان ما فيش حد فوق القانون. مهما كان ما فيش حد فوق القانون مهما عليت سلطته. انا بطلب من كل الناس اللي تعرف رامي، كل الناس اللي عارفه رامي وعارفه تاريخ رامي، تكتب بس على صفحتها او تكتب على الفيس طلب سيادة النائب العام والمحامي العام بالنظر لقضية رامي، بالنظر لقضية رامي، تساندنا. احنا بنطالب سيادة النائب العام، احنا عاملين حملة على الفيس بنطالب فيها سيادة النائب العام والمحامي العام بالنظر في قضية رامي كامل. رامي كامل بريء، رامي كامل نشكر ربنا ما عليهوش أي حاجة، لم يثبت عليه أي شيء. السنتين الحبس الاحتياطي اللي هم بتوع التحقيق خلصوا وما ثبتش عليه حاجة، قانونا المفروض رامي يخرج، قانونا حبس رامي كده غير قانوني، حبس رامي كده غير قانوني. فاحنا بنطالب سياده النائب العام بالنظر في الامر، بنطالب سياده المحامي العام بالنظر في الامر والبحث في موضوع رامي كامل، وبطالب كل اللي يعرفوا رامي كامل انهم يكتبوا رساله لسياده النائب العام على الفيس يطالبوا فيها معانا بالنظر في موضوع رامي وبالبحث في قضية رامي. رسالة لسيادة النائب العام، ورسالة لسيادة المحامي العام، ورسالة لسيادة الرئيس. يا ريس العيد داخل، يا ريس ده فن السعيد وابننا مش معانا. ولو نشكر ربنا هو ما عملش حاجة، ما عملش شيء. رامي تاريخه مشرف وناس كتير بتشهد على كده. رامي تاريخه مشرف. فنرجو النظر في الأمر. نرجو النظر في الأمر. ونرجو كل الناس تساند معانا وتطلب معانا
من سياده المحامي العام والنائب العام النظر والبحث في الامر. لان احنا واثقين من سياده النائب العام والمحامي العام لو بحثوا في الامر باذن الله رامي يخرج، لان ما عليهوش حاجه. في موضوع رامي، كان هناك فتره من الفترات اللي منعوا دخول الادويه اليه السنه اللي فاتت. ايوه، لا هي الادويه بتدخل، عشان يعني يعني الواحد لازم تبقى امانه قدام الله. هي الادويه لو رامي طلب ادويه بتدخل له، ايوه بتدخل له، لكن ده ما يمنعش ان رامي حالته الصحيه مش كويسه. رامي حالته الصحيه مش كويسه، وفي ضغط نفسي وعصبي طبعا. انسان محبوس انفرادي المسافه دي كلها، مين يقدر يحتمل يا استاذ هاني؟ مين يقدر يحتمل؟ وليه؟ ليه؟ يعني انا نفسي اعرف ليه محبوس طالما ما عليهوش حاجه؟ ليه ما يتمش الافراج عنه؟ اللي حبسه دوت عايز منه ايه بالظبط؟ اللي حبسه ده عايز منه ايه؟ عايز يوصل له لايه؟ ايوه ده حقيقي. يعني أنا حضرتك نفسي أعرف. لما شاب محترم وزي الفل وعلى مستوى الثقافه وتاريخه، يعني تاريخه الوطني مشرف وليه دور ادوار كتير عملها، ووقف في ثوره، ما وقف مع ثوره 30/6، وقف ورا ضايف، ليه 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 يتعامل مع كل ده؟ ليه؟ اللي واقف في طريق خروجه، واقف في طريق خروجه ليه؟ يعني المفروض القانون يا استاذ هاني ان كان خد اخلاء سبيل، كان خد افراج. يا جماعه السنتين القانوني انتوا اديتوا له اقصى مده، اقصى مده، واتقضت اقصى مده والحمد لله ما قالوش حاجه. طب ليه ما يفرجش عنه؟ يعني احنا بنصرخ، هنفضل نصرخ لحد ما رامي يطلع. يعني مين يقدر يحتمل يا استاذ هاني؟ مين يقدر يحتمل؟ مين يقدر يحتمل وضع زي كده؟ الانسان انتوا عارفين ان هو مريض. الدواء بيدخل، بس ده ما يمنعش ان هو مريض. ايوه ده حقيقي، ده حقيقي. متشكر جدا لحضرتك. شقيقة رامي كامل من القاهرة. طبعا رامي كامل كان له العديد من المواقف الوطنية قبل العديد من المواقف القبطية أيضا، ويعني طبعا بعد مرور سنتين ليه في الحبس الاحتياطي لم يتقدموا ضده بأي قضية أو أي مستندات، لأنهم عارفين كويس أن كل التهم التي وجهت إليه تهم كيدية غير حقيقية غير صحيحة، ويعني لا يوجد أي شيء ضد رامي كامل، وبالتالي لم يستطيعوا إن هم يقدموه لأي نوع من المحاكمة. وطبقا للقانون مفروض إن هو بعد ما قضى مدة الحبس الاحتياطي القصوى وهي السنتين كان مفروض إنه يتم الإفراج عنه، لكن زي ما قلنا لحضراتكم العديد من المرات إنه واضح إن في عناد شخصي بينه وبين فرد من الرتب في الأمن الوطني، وهو اللي يعني بيمشي الموضوع طبقا لأهوائه وليس طبقا للقانون. طبعا مفروض النائب العام يتحرك في مثل هذه القضايا ومثل هذه المواقف، لأنه عندك مواطن مصري محبوس احتياطيا فوق مدة السنتين بالمخالفة للقانون. هنواصل عرض موضوع رامي كامل ونعرض أمام حضراتكم كل التطورات في الحلقات القادمة.